اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين، اعزائي المستمعات، برحب بكم. انا المهندس اشرف اسامه من قناتي المتواضعه على اليوتيوب. حلقتنا النهارده حلقه جديده وموضوع جديد هنتكلم فيها عن علاج التهاب الجفن بالاعشاب. يعد مرض التهاب الجفن واحدا من اكثر امراض العين شيوعا، وهو يصيب جفون العين. يمكن ان يعالج المرض بشكل سريع او ان ياخذ وقتا طويلا. علاج التهاب الجفن بالاعشاب، استخدم كمادات عن طريق إعداد شاي دافئ من إحدى الأعشاب التالية: آي برايت أو الكولدنسل أو البوصير اللي هو آذان الدب، فهي تلطف وتساعد على الإقلال من الالتهابات. برد الشاي إلى درجة حرارة مناسبة، ثم اغمس قطعة قماش نظيفة أو قطعة قطن معقمة فيه. ضع الكمادة واسترخي لمدة 10 أو 15 دقيقة. اصنع كمادة جديدة وامسح برفق حافة الجفن بين الأحداب لإزالة المواد القشرية. قم بهذا العمل مرتين يوميا أو حسب الحاجة. استعمل كل كمادة مرة واحدة قبل غسلها أو التخلص منها. تناول غذاء متوازنا يحتوي على الخضروات الطازجة غير المطهوة، بالإضافة إلى الحبوب والبقول والفاكهة الطازجة. احتفظ بنظافة الجفنين خاصة الحواف، لكن لا تلسم أو تحك العين إلا عند الضرورة. اغسل يديك دائما قبل لمس العينين. احصل على قدر كاف من النوم وتجنب إجهاد العينين، فأي شيء يزيد إجهادهما يزيد من الشعور بعدم الارتياح. انتهت حلقة اليوم، انتظرونا في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا إن شاء الله تعالى.